الله يديم علينا الأفراح. قولوا آمين. نبدأ نبلش بأخبارنا لهذا اليوم. سمو أمير البلاد يشمل برعايته وحضوره حفل افتتاح استاد جابر الدولي بالأمس. نشاهد هذا التقرير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه على بركة الله وبعونه وبتوفيق منه. نعلن افتتاح هذا الصرح الرياضي الكبير استاد جابر الأحمد الدولي، مهنئين بناتنا وأبنائنا الرياضيين بهذا المعلم الرياضي المتميز، ومتمنين لهم كل التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لرفع راية الكويت عالية في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية. سائلين المولى تعالى أن يحفظ وطننا العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار، وأن يجعلوا أيامنا مليئة بالأفراح والمسرات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الآن مداخلة مع